وعندنا كمان خبر كويس اعتقد احنا كنا اتكلمنا هنا في البيت الكبير وان اعتماد فايلر على قطاع الناشئين وتكلمنا على قطاع الناشئين واحنا حابين دايما نشوف ولاد النادي ولاد قطاع الناشئين موجودين في الفريق الاول. النهارده في خبر ان الفريق اللي بيضم طبعا فايلر بيضم حارس صاعد اسمه حمزه حسين ده من قطاع الناشئين ده مواليد 2002. حمزه اشترك النهارده في التدريبات الجماعيه للفريق الاول حارس مميز جدا جدا انا على فكره شفته كمان على الطبيعه كان بيلعب في مواليد 2002. النهارده اتمرن تحت قياده طبعا ميشيل مدرب الحراس طبعا التمارين اشتمل على التصويب من زوايا مختلفه من الملعب التركيز على الكرات العرضيه كمان غير طبعا هذا اللاعب او هذا الحارس من قطاع الناشئين النهارده طبعا رباعي حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومعاهم حمزه كان في تدريبات قويه جدا جدا طبعا استعداد لوادي دجله المقرر ان شاء الله مباراه يوم الجمعه اللي جايه.